لا يزال الحديث مشتعلا عبر أروقة مجلس الأمة والمنابر الإعلامية ليشمل الشارع الكويتي برمته عن مقترح اللجنة المالية البرلمانية لتحديد تعرفة لشرائح الكهرباء بين مؤيد ومعارض. مقترح اللجنة المالية أعتقد أنه منصف، وأنا عندي ثقة في أخواني الزملاء النواب أن لما يصير تفنيد بالأرقام الصحيحة اللي موجودة عندنا داخل قاعة عبد الله السالم، أعتقد أن كثير من النواب راح يغيرون وجهة نظرهم. الأخوان اللي صرحوا، هذا توقعي الشخصي، أعتقد أن مقترحنا حفظنا على المواطن وساهمنا في قضية الإصلاح الاقتصادي. وفي السياق ذاته يتمسك عدد من النواب برفضهم لأي مشروع للترشيد قد يكون ضحيته المواطن ذي الدخل المحدود. هذا الكهرباء والماء مثل ما صرحنا قبل، احنا نرفض هذه الزيادة، ودائما ننبه أن يوم الثلاثاء الجلسة راح تحوي وثيقة إصلاح كاملة، وهذه الوثيقة الإصلاح يعني فحصنا الأولي لها أيضا يعني فيها تضييق على المواطن، وراح يكون في النهاية راح يكون المواطن البسيط هو اللي راح يتحمل خطأ السياسات المالية، راح يتحمل انخفاض أسعار البترول، وهذا ما هو ذنب للمواطن. خل نطبق على التجاري وعلى الاستثماري وعلى الشركات والمؤسسات، هذا راح ياخذ لنا سنتين، بعد السنتين راح نكون أمام وضع جديد. هل أسعار النفط تم تغييره؟ هل أسعار في ارتفاع أو غير ارتفاع؟ هذا من جهة. الشيء الآخر راح نشوف التجربة تطبيقه، هل زاد إيرادات الدولة وكم النقص اللي عندنا، بحيث أن نحاول من خلال هذا النقص نرفع بعض الشرائح على المواطنين، ثم نعمل يعني تساوي أو توازن في الميزانية العامة للدولة. بين مؤيد لمقترح اللجنة المالية وآخر معارض لإعادة تسعير شرائح الكهرباء من حيث المبدأ، يطرح على الساحة حل وسط يقضي باستثناء السكن الخاص من أي زيادة في التعرفة، لكن هذه التفاهمات النيابية لا تشمل الحكومة التي لا يعرف موقفها النهائي بعد. لتلفزيون المجلس، طارق السهو.